انزل يلا بره، مفيش بنزين بره، ما عندناش احنا، مفيش، ما عندناش خالص احنا بنزين. تعمل ايه؟ مفيش. انت يا جاموس، انت يا بني ادم. يا حبي ايه؟ مفيش بنزين يا حبي. يا حبي ايه؟ قول ايه انت؟ احنا ايه يا عم؟ احنا عايزين بنزين يا عم. ايه؟ انت عايز ايه؟ مش فاهمك. عايزين بنزين يا عم. بمعنى هنعمل ايه يا عم؟ عشان ايه؟ هنعمل ايه؟ عم بلبس قوي. انا مش فاهم منك. عايزين بنزين يا ابني. مش فاهم منك. ممكن تفهمني انت؟ عم طبيعي. عم يعلق. تقول ايه؟ عم طبيعي. عم طبيعي. اوف يا ابو. انتوا فاهمين بعض ازاي؟ يا ابني انا انا كبير. قول قول يا قول. بعد ايه عقيم ان ايه عقب بمعنى عقيم. استغفر الله العظيم يا رب. يا عم انا مش فاهمه. يا عم عقيم ايه؟ عقب ما ايه من الان على وقف ايه؟ سلام سلام. عقيم ايه العب بمعنى ايه يا عم؟ ما تقول لي انت. لا هو انت ابو عم. تعبوا يا ربي. قول لي يا رب. تعبوا يا انا كبير. قول لي يا ربي. عقلي ابن عبيتي ناعي امل راتي وي. عقلي قول لي بقى ايه يا رب الماء. ما بقاش اي حق يا عم. ما عنديش بنزين انا. ايه يا عم اقرص؟ ولا اديله. ايه؟ اديله. ونيه؟ ونيه. اقمع ونيه يا برنس. اقمع ونيه يا برنس. بتقول ايه؟ يا عم الواد يا عم قلت 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 انت مش فاهم. ابي لو او يعني انا لا اي ابي ان او هاي محمود امين امين اي اي ابي نو نو يا ابي. يا عم اوعى. انت كويس؟ انت طيب؟ مالك؟ والله كلماتي. انت قلت كلمات بتستعبط. كلمات اوعى تسرقها. انت بتسرق كلمات عشان صغير؟ اي على عينك. ده طيب ده وجميل ده، لكن انت وحش. مش فاهم منك حاجه. عبور ده وايت ماي. ايه؟ وايت ماي. عايز تشرب عطشان؟ يا حبيبي هجيب لك ميه وادي. الله يخليك. حاضر. لا على عين اهلك. بعدين يا ده مغاور يا هنعمل ايه؟ انت قاعد الخرساني؟ هو ماشي. هنعمل ايه طيب؟ دلوقتي مفيش بنزين موجود في مصر غير في المحطة هنا، لازم نسرق البنزين اللي هنا عشان نلعب بالمكنة. خلاص تعالى نسرق الشراكة. بسرعة يا يلا بسرعة. ايه ده؟ تمر هندي. تمر هندي يعني المغرب هندي ورمضان كريم. أجيب تمر حيانة بني ريق. هتبني ريق بنزين؟ لا ده تمر هندي. مش تمر ده؟ لا يا عم ده سنة. على احمد سنة. أبعد كاميرات والأمر هندي. أنت إيه اللي عقرك؟ هو أنا أتأخر تشربوا جز؟ يا عم هطبخ. خد يا حبيبي اشرب مية. إيه؟ سلسلة يا ولد. تعبتوا عليا هديك شوية. قولنا شوية سلسلة. يا بتزمر لوحديها. إيه ده؟ قبل ما خدت لمي. إيه اللي بتزمر لوحديها؟ يا عم في إيه؟ بترتجي. يا برين اكني بفاول. ايه يعمل ايه؟ بفاول. هتفاول علينا ليه يا برين؟ ايه احمي يا بنزين احمي يا عبري دحراك بحي يدي بق النعيالي عيا نحنا نقرأ كده فهمني؟ وانا التحمار تعالى انت كويس. البتاع دي ده دي الترومب بتاعت البنزين. ده يا ابن العبيطه. انت جميل انت. اه جميل. اه جميل. اه جميل. اه جميل.
سرقوا مني البنزين وانا ما خدتش بالي وكان يبصر لازم الحقهم. انتوا يا بتوع البنزينة ابا يا بتوع البنزينة. يا بركة دعاك يما، تعالي شوف ابنك الشاعر الأديب شغال في بنزينة، بدل ما الدولة تكرمني شاعر كبير زيي يحطوني في قفص والناس تتصور معايا وأنا بقول شعر. إهمال، أما شيك على المكان الجديد، محدش بيعمل حاجة هنا غيري. المكنة دي بايظة ولا المفروض تنفجر على طول؟ أنا مولعت في ثلاث بنزينات قبل كده غريبة والله. أما نصطبح يا صباح الخير. اصطبحنا واصطبح الملك لله. يا صباح حاسب رجلك يا صباح. انت بتعمل ايه؟ برش بنزين. انت حد يرش بنزين؟ ايوه بنستفتح يا ابني. يا ابني ما ترش ميه. ارش ميه ايه؟ وده محل عصير، دي بنزينه. نرش بنزين، الناس بره تشم ريحه البنزين نفسهم تهفهف يجوا يفولوا. نفسهم تهفهف ايه يا ابني واحنا طابخين بنزين؟ ما مكتوب عليها بنزين. افرض واحد ما بيعرفش يقرا. اه صح. شفت ان انت جاهل ومتعفن والمفروض ما اقفش معاك. انت عشان شاعر بقى تقعد كل شويه تجيب في انا كاتب شعر جديد هيعجبك. جديد؟ شعر لغه عربيه. لغه عربيه؟ وما رضيتش اقوله لحد غيرك. طب يلا سمعني. اسمع. جلست احتسي النسكافيه السري ان ون اللي هو بجنيه ونص. خلي بالك عشان في ناس في الشعر بتبيعه باتنين جنيه. يا ابني انت شاعر ولا اهواجي؟ انا برضو احساسي اهواجي من جوه. جلست احتسي النسكافيه السري ان ون. الله. فدخلت. يا ابني ما تنجز. ايوه هتخش يعني هي دخلت وسكت. اه صح. هي 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 دخلت. بعد اذنك في الباب وراك. فخرجت. هي لحقت. اللي تخرج من شعري ما تلزمنيش. تاخد ابياتها وعلى بيت ابوها. ثواني وتخش واحدة غيرها. ماشي. دخلت. دخلت علي فتاة في شموخ. سلام. وأنا حينها كنت ضارب جب معلي النافوخ. قلت لها إيه ده يا بت؟ خرب بيت أهلي. أنا شفت كتير وقليل، أنا ياما مشيت مع بنات من أيام الجامعة. إنما أشوف كده يخرب بيتك ده أنت صاروخ، فاكر السبب؟ ياه. ده شعر من نوع الفوازيري. فوازيري حرام عليه. ركز ده في آخره جايزة ده. ها؟ قلت لها قلت لها ايه ده يا بت ده انت صاروخ، ما تيجي ناكل اكله سمك من ام بطروخ ونطلع نقعد سوا في اي كوخ. الله. قلت لها على ايه؟ ما نسافر نقضي يومين في مرسى مطروخ. الله عليك. يا علان وحمد. نعم. يعني ايه وحمد؟ دي زي وعجبي بس انا بحب اسمي يعني. اعتبرها والحمد لله ان شعر الحمد لله ان خلص. بقول لك ايه، معاك سجاير؟ لا. طب ما تيجي نشتري سجاير. تعالى ده انا اعرف واحد بره بيبيع سجاير محشيه سمسم تحفه. تحفه وسخنه كده. ما لحقتهمش، خدوا البنزين وجيب. وابو الليل ما اعرفش بيعمل ايه، كل ده جاي جديد النهارده وما جاش لغايه دلوقتي. يا ابو الليل. ازيك يا ابو الليل؟ ايه يا ابو الليل؟ ايه يا ابو الليل؟ في ايه؟ ايه؟ انت لبست اليونيفورم؟ يونيفورم ايه؟ لا اليونيفورم. لبست اليونيفورم اخلص. طيب وانت ملابس عم على اليونيفورم؟ ايوه. ما ينفعش تلبس عم على اليونيفورم. هينفع. ما تتكلمش معايا ولا كلمة. انت بترعبني منك ليه؟ عايز مني ايه؟ اما تلبس. بص يا ولد تعال، مش مشكله اليوم كله. تعال. عايز ايه؟ اشتغلت في بنزينه قبل كده؟ لا. ما اشتغلتش خالص؟ لا. خلاص يا ابو الليل، في ايه؟ كنت شغال فين قبل كده؟ شغال نازح ترنشات. ده زي التزلج على الجليد؟ يعني ايه نازح ترنشات؟ انتوا عندكم هنا في مصر مفرفرين؟ ايه عندكم مجاري؟ احنا ما عندناش مجاري. عندينا ورا كل دوار فحرة، الفحرة دي رنش. هذا اللي بتخرج من الكنيف هتروح على الفحرة. الحاجة
ايوه. طيب انا بيدي دي هننزح اللي في الطرنش كله بيدي دي ودي. خلاص يا ابو الليل هننزح اللي في الطرنش نخليه يبرم. ابرم ايه؟ اقطعها انا دلوقتي دي ولا اعمل لها ايه يعني؟ مفرفريه. لو سمحت ما تغلطش فينا. مفرفريه. انا مش مفرفرين ولا حاجه. عارف عندينا في الصعيد هنقول عنيكم يا بتوع مصر نكت. انت بتقول عنا احنا نكت؟ اهي دي نكته لوحديها. طب قول لي نكت. مره واحد صعيدي. ايه ده؟ مش بقول لك ما تلمسنيش. انت ما تلمسنيش. ايه مفرفرين ولا ايه؟ بعيد. مين بعيد؟ ولا مفرفرين؟ اعلمك ايه اللي هنا. ايوه اعرفك على البنزين. تعالى. ايوه. شايف دي؟ دي إيه؟ ترومبه البنزين. ترومبه. دي ترومبه البنزين. مش ترومبه. ترومبه. ترومبه البنزين. ترومبه. مش كرومبه. وده يا سيدي المسدس. ايه هترفعني ولا ايه؟ مفرفريه. ارفعك ايه؟ ده مسدس البنزين. ايوه هترفع بيه البنزين. انا هرفع البنزين؟ انت بتقول يا ابو الليل هترفع ايه؟ ده اللي بنفول بيه العربيه. ايوه تحطه في العربيه فول. بنحط في العربيه فول وبصل عشان تستبح العربيه. ايه يا ابو الليل؟ ايوه احط فول في العربيه؟ ده يعني عشان ده هنا في بنزين، البنزين بيروح على العربية من خلال المسدس ده. من خلال يعني ايه؟ أقول لك حلوة الترومبة. حلوة حلوة الترومبة. ودي ايه؟ والله يا سلام، ده هي ده هيبقى شغلانة زرقاء الشغلانة دي. ما دي زي دي يا أبو الليل. ايوه تعالى بص أوريك بقى ايه؟ ده اسمه كومبروسر. اسمه ايه؟ كومبروسر. اسمه ايه؟ رد عليا. هو اسمه كومبروسر. هو فاهم؟ هو فاهم. هو هيفهم. هو كومبروسر. إيه. ايوه هو فاهم. هتدردش معاه؟ باصص له كده ليه؟ ده بننفخ بيه الكاوتش ده. ايوه دي مكنه الاي تي ام بتاعه الفلوس. فلوس ازاي يعني؟ ايه اللي مش عارف الفلوس؟ ايوه هتعمل ايه في الفلوس دي؟ دي لما تعوز فلوس تاخدها من هنا. ايه يعني المكنة هتديني فلوس؟ اتمسخر عليا ولا ايه؟ يا عم مش بتمسخر عليك. هتروح تحط الكود ده تاخد الفلوس. كوز ايه اللي احطه؟ كوز ايه؟ كوز ده هتحط كوز؟ دي هتعرفني تديني فلوس؟ دي تعرفك تديك فلوس. ايوه طب باصص لها؟ عشان تعرفني. والله؟ ايوه ابو الليل انا خلقي ضيق. تعالى يا ابو الليل تعالى. قولوا ها ده سوبر ماركت. سوبر ماركت. ده سوبر ماركت. سوبر ماركت عندينا. عندكم شو؟ ده كشك يا ابو الليل. ايوه كشك. ده كشك. كشك كبير. ايوه كشك كبير. ايوه في سداير. في سجاير وفي أيوة. كل حاجه. ايوه انا اول يوم اخد سداره معايا اهي. عشان بتقول ما عزمش عليا ليه؟ انت هتعمل ايه؟ اولع سداره. هتولع هنا؟ ايه واحنا في بنزينه ولا ايه؟ امال احنا في مخبز؟ امال اشرب فيه ايه؟ اللي ده اشرب جوه في الماركت جوه. خش سوبر ماركت. ده انت ايه ده؟ يا قافلين قافلين. مش قافلين ما بيتفتحش كده. وسع اهو. سلايدنج. ايه؟ ايوه سلايدنج. ايوه بتعمل ايه؟ يا ابو بتعمل ايه يا ابو الليل؟ هيقفل ازاي ده؟ وهيقفل ازاي وانت ايدك بره؟ وريني هتقفل ازاي. وريني اها. ما هو مش هيقفل كده. وريني مش هي مفرفرين اهو. عشان المفرفرين هيقفل ازاي؟ ما قفلش. شوف مفرفرين. وريني هيقفل ازاي. هو انت لازم تشوف؟ شوف من جوه. انا هقفل انا من بره. هتموت وتشوفها من بره.
هبقى اصورها لك بالموبايل. اوعى بقى، اوعى يا ابو الليل، ده انت غريب قوي يا اخي، ده عمري في حد بيزق من فوق. ايوه زق ايه؟ اقفل انا فوق. ايه ده يا رب الهم اللي انا فيه ده؟ حاجه غريبه جدا. صباح الخير. صباح النور يا فندم. لو سمحت في بنزين؟ لا والله دلوقتي مفيش بنزين، بس بكره ممكن تلاقي حضرتك. يعني بكره هتجيبوا البنزين؟ اه ان شاء الله. كويس. هو مين يا فندم؟ البنزين كويس؟ ايوه يا فندم كويس، وبيسلم عليك يا فندم وبيموت في حضرتك، واول ما نيجي نبعت لحضرتك على طول. تتهزر معايا ولا ايه؟ انت اللي بتهزري معايا حضرتك. لا كلمني بالراحه. هو في بنزين كويس وبنزين مش كويس؟ استنى اقول لك، انا جايبه عربيه جديده وخايفه عليها. خايفه عليها ما تنزلهاش لوحديها. مش حضرتك بقى تيجي تتنكوا علينا هنا؟ ده ايه الدم الخفيف ده؟ انا زبونه هنا، لازم تكلمني كويس. وانت لازم تتكلمي كويس عشان اكلمك كويس. ما تزعقليش. ثانيه عشان معايا تليفون. شخصيتك قويه قوي. الو؟ ايوه يا فندم. مع حضرتك اتهال، احنا شركه فلاتر جديده. ايه يا سافل يا حيوان يا قليل الادب؟ هو انت اللي سافله وحيوانه وقليل الادب؟ انت بتغلط فيا. مش انت اللي شتمتي حضرتك؟ انا كلمتك اتكلم في التليفون. انا اسف قوي يا فندم، انا اسف، شخصيتك قويه قوي، انا اسف. تخلف ده. هو انت بتغلط فيا ليه دلوقتي؟ مش انت قلت متخلف؟ انا بتكلم على البني ادم اللي كنت بتكلم معاه دلوقتي. طب بس اهدي حضرتك، بس هو مضايقك في ايه؟ انا اقول لك، انا مندوبة فلاتر. مندوبة ايه؟ مندوبة فلاتر؟ مندوبة فلاتر ميه. النصابين؟ لا. لا ايه النصابين؟ معروفين. ايوه يا فندم، في فلاتر دي بتنقي المياه من أيوة. وبتنزل بصراصير الميه من الفلاتر. لا احنا شركه جديده والفلاتر كويسه، بس انا كل ما اجي اكلم حد يرد عليا بقله ادب. اللي يقول لي انت صوتك حلو قوي، واللي يقول لي انت شكلك جميله قوي، اخر واحد ده بيقول لي هاتي الفلتر وتعالي ركبيه في البيت. لا ده قليل الادب. انا ما بعرفش اركب فلاتر. يا سلام. ايوه مش شغلانتي والله، هو ده الموضوع. بس 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 انا عرفتك. ايه؟ ابتهال شقاوه صح؟ ايه ابتهال بتاع الطب مدرج علوي ورا البنجات شقاوه. ابتهال شقاوه. هو انت مين؟ كواوي بتاع هندسه. ايوه يا شقاوه. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. بطل حوار شقاوه ده، خلاص كان زمان. يعني العربيه الجديده جت منين؟ من الفلاتر. الاقساط بيبعت اخر قسط بقى. شقاوه. ينفع اللي بتقوله ده؟ ينفع اللي بقوله ده؟ يا ابني بقول لك كان زمان احنا صغيرين بقى. طب بقول لك انت عايزه ايه؟ انا عايزه بنزين. طب اقول لك على حاجه، بس ما تقوليش لمخلوق في الدنيا. لا مش هقول. في بنزين في البنزين. بجد؟ والتنكات على اخرها بنزين، بس صاحب البنزين حرج علينا ما نبيعش نقطه بنزين عشان بكره البنزين هيغلى نص جنيه، شوفي بقى يكسب قد ايه. يا لهوي ده الراجل ده حرامي قوي. يعني انت اللي شريفه قوي. ايه ده؟ هو حرامي واحنا عادي يعني؟ كان زمان بقى. وبعدين انت هتديني بنزين من وراه؟ هتبقى حرامي زيه. اسم الله، اسم الله على العفه اللي نزلت. الحمد لله. الحمد مش لله. عايزه بنزين مش هتلاقي في مصر. لا لا بص انا هلف هنا في المنطقه شويه، ولو ما لقيتش هرجع لك. خلاص براحتك، بس هترجعي. طيب افتكري بس ان انت هترجعي. ها ولو ما افتكرتيش افتكري ان انت هترجعي وهنتقابل. يا شقاوه في الزهق اللي احنا فيه ده، فين الناس يا جدعان؟ انا افضل قاعد هنا لوحدي. ايه ده؟ انت شغال في كشري التحرير؟ ازيك يا علوة؟ عامل ايه يا صاحبي؟ ازيك يا علول؟ الحمد لله. يا علول ايه يا علول؟ يا ناصر يا غتت. يا لولو يا ناصر. يا لولو بس يا جدع انت بس. عامل ايه يا علول؟ ده انا بحبك يالا. ما انا بحبك. انا خارج مقرف من جوه ليه كده؟ مقرف يا اخي، قاعد في السوبر ماركت لوحدي ما بعتش حاجه من صباحيه ربنا. فين الناس؟ مفيش زباين بتدخل، مفيش بنزين. هيخشوا لك ناس، هيجي لك ناس من فوق تخش لك جوه، مفيش حد. امال فين البنزين؟ مفيش بنزين ليه؟ مفيش بنزين يا عم. صاحب المحطه قال لي ما تبيعش بنزين عشان يبيع بكره ويشفط فلوس قد كده. يا رب يتقبض عليه يا رب. ده انا يا مؤمن ما دخليش السوبر ماركت من صباحيه ربنا غير واحد بس. واحد طلع ايه؟ طلع عين اهلي جوه. واحد مين ده؟ واحد كده فتح ثلاجه الكوكاكولا وقعد جواها. قعد جوه الثلاجه؟ قعد جوه. انا مبسوط هنا، اجي اكلمه يقول لي ده بالليل. ده انا كل لما اجي اكلمه يزوم عليا. يا 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 اسكت. ده رعبني هنا. رعبك؟ رعبني. ما هو قاعد جوه رعبني بقى. مش عارف اقعد معاه لوحدينا. ما انا طلعت جري.
اوعى ده ممكن ما تعرفش ممكن يعمل ايه ده. ما انا ما نعرفش. ولا ايه؟ اوعى يكون لعب في حاجه جوه. لعب في حاجه ايه ده؟ لعب في كل حاجه. ده لعب في وشي انا شخصيا. طب بص بقى علوه، وشك ده ما يقربليش تاني. ليه؟ عشان هو نازح ترانشيات بيدي دي. يعني ايه؟ ده بيسلك مجاري بايديه. بيقوم حاطط ايده في ال ويقوم مطلع ال وحطها في وشي. وشي وشي. اوعى في وشك. طب انا اعمل ايه في وشي دلوقتي؟ معرفش اعمل، حط عليه بنزين. انا مالي؟ يا نهار اسود. يا لهوي انت عمال يفعص في الجبنه جوه. يا نهار اسود. يا دي ملتز. ملتز بتاكل ملتز؟ انت يا عم انت عمال تاكل في الحاجات ومش هتدفع حقها. خلاص مش عايز. هتدفع ايه؟ انت مش سايبها على الارفق؟ ايوه. يبقى ناخد اللي احنا عايزينه. ايوه انا اللي غلطان، ما كنت سبتها في الارفق. وايه دي؟ ايه دي؟ بتبيع بطيخ؟ بطيخ وناشفه. ده مش بطيخ، دي مصاصه. ايه مفرفرين؟ فرفرين ايه يا عم انت؟ انت فين؟ هتاكلوا مصاصات. عايز حق الحاجات اللي انت فتحتها عشان انا ما اروحش. ما ادفعش. خلاص. ما ادفعش. مش عايز بس ما تخوفنيش. ايه؟ خد اللي انت عايزه بالليل. ضربت ايدك في الجبنه؟ كملها بقى انت. كمل الجبنه حبيبي. نسكافين ده انهو؟ ايه؟ بيفكرش الحد ده؟ انت عارف الراجل ده بيفكرني بمين؟ بمين؟ وانا صغير امي كانت بتقعد تقول لي هتسكت ولا اجيب لك محمد كرع؟ اهو ده محمد كرع. مش هيقفل كده. انسان هنا. انسان انت كنت ماشي في غابه؟ ازيك يا انسان؟ ازيك يا حاج عامل ايه؟ بعد اذنك يا ابن بلدي، قصدك في طلب. عايز ايه؟ مراتي تعبانه موز. ايه؟ مالها؟ تعبانه موز. تعبانه موز؟ ايوه هتموز مني. يا حاج طب دي بعد ايه يا حاج دي يا ابني؟ يعني مش انت راجل كبير؟ انت بتعلي صوتك عليا ليه يا ابن بلدي؟ انا كلمتك؟ عشان انا يعني راجل كبير قد امك. يا عم ايه المشكلة يعني؟ تغلط فيه؟ انا ما غلطتش فيه. بترفع صوتك وبتعمل نرفزة. ما بعملش نرفزة، انا اسف يا حاج. يا ابن بلدي. بص ايه يا ابن بلدي كده؟ طب اسمعني يا حاج. ما انا ممكن يا ابن بلدي برضه اشعوذ عليك. انت راجل بتسلك. يا ابن بلدي. انت راجل بتسلك الشعوذ. يا ابن بلدي. يا عم مراتي تعبانه موز. انت مالك يا حاج؟ انا فين الحياه والموز؟ يا حاج دي بنزينه، وديها مستشفى الحاج. بعد اذنك يا ابن بلدي، احنا قاصدين خير. هو انا لازم اتشر بقى؟ ما تعمليش كده يا ابن بلدي عشان ما تدبش بالقلم على وشك. يا عم اجري اهو. اجري اهو يعني ولا اعمل ايه يا ابن بلدي؟ بعد اذنك يا ابن بلدي، مراتي عندها طفل في معدتها. هو ورم عيل عندها طفل في معدتها. طفل في معدتها، تخيل انت عندك طفل في معدتك. ده الواحد لما بياكل كيكه ايه؟ الواحد مننا لما بياكل كيكه يبقى هيرجع. هيرجع؟ ايوه. تخيل بقى واحدة عندها طفل في معدتها وبتاكل ملوخية تنزل على دماغ الطفل. يا عم انت بتقول ايه؟ مراتي تعبانة. بس بس هتولز. هتولز؟ هي اللي قالت. هي اللي دي اللي هتولزها. انت يا ابني فاكر نفسك بلطجي يا ابني ولا ايه؟ انا مش بلطجي يا حاج. امال انت ايه؟ انا بلطجي. طب بلطجي اضربها معاك. طب اهو عشان اي ده انت قوي قوي يا حاج. فرتكك يا ابني. معلش دي طبيبه. طبيبه؟ ايوه يا حاج. مالك يا حاجه؟ في ايه؟ ايه اللي عندي؟ التهاب. ايه حامل واقفه قدامك؟ حامل؟ انت عندك كام سنه يا حاج؟ عندي 70 سنه. وحامل ازاي؟ ايه 55 في وشك. جوزي اسد ما شاء الله. انا الاسد اهو. 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 انا الاسد اهو.
أنا الأسد أهو. ما تسكت هنقعد لبكرة. أهل الأسد أهو. إيه أهو؟ إيه يعني؟ بتتمايس قوي راجل في سنك يقعد يتمايس. ده بقى كيمي كيميكا يا عم كيمي يا ابني بلدي. خلينا نشوف المدام. المدام هتموز هتموز هتموز. يا حاج اسكت بس انت قادر تصلب طولك. اسكت. ماشي يا بنت بلدي ماشي. يعني انا عايز اعرف هي ازاي حامل منك ازاي؟ والله انتوا شاكين في قدراتي ولا ايه؟ انا بطل. بطل؟ ايوه انا راجل بطل طول عمري. ايه يا بت في ايه يا دي انت وايه يا؟ استنى بس اتولدت. اطلع الفرمانش واوريكوا الشغل. عم فرمانش ايه يا عم؟ ايه فرمانش؟ ايه ده اتولدتني يخرب بيتي. يا حاجه اللي انت بتقوليه ده ضد الطبيعه. ايه اللي ضد الطبيعه؟ جرثومة واقفة معاكي؟ خسرتنا ايه؟ في ايه؟ بصي الحمل ده حمل كام؟ كذب ولا صدق ربنا اللي يحاسبه. بصلنا في كرشينا يا عم. اسمي بعد اسمي انت بلدي ما تخليهاش تتعذب عشان حي اولادك. اولادك قول يا حاج. ايه ده؟ هاي 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 انت مديان سرد. بس يا انا اللي حامل. ما انا بشاركك. المشاركه هي الاصل يا بنت بلدي. يا عم تنيل. عايز تموتني. عايز تقطع شراييني. اي خلصوني. بس يا حاج بقول لك ايه يا بنت بلدي. نعم. انت ولديها وانت ولدني. يا عم اولدك ايه؟ انا اولدك؟ ايوه. انت مجنون يا عم. معلش يا ابني ما تفرسنيش. معلش ده هو يوم اصبر. ده هو يوم اسود عليك. بس يا حاج ولدوني. اسكت يا حاج. اسكت يا وليا. حامل هقول ايه؟ بقول لك يا كواي معلش هات لي ميه سخنه. عشان عطشانين. والنبي يا بنت بلدي والنبي عطشانين. يا بنت بقى احنا بنشرب ميه سخنه يا ابن بلدي. في ايه؟ هو انا ضايق؟ عايز ميه سخنه. ايوه مفيش ميه سخنه. مفيش ميه سخنه. لا هنا عندك ايه؟ هنا سخن. ما عنديش هنا غير بنزين. هات بنزين. وانت هتولديها ولا هتسلكي لها المطور؟ حاجه غريبه. البنزين عايز اقول لك. البنزين مولدها وخلص. معلش يا حاج. ولادك هتشوف الحمل ده. خد يا عم. خد. حط. غرقنا. يلا يا حاجه معايا. معايا ايه بس؟ دي طلعت شويه حموضه. مفيش. كنت عايزه تقتليها يا بنت بلدي. يخرب بيت سنينك. يلا يا بطل. ايه ده؟ ده هم هيسرقوا البنزين تاني ولا ايه؟ اوعى يا ابن بلدي. ده سريع قوي. اوعى يا ابن بلدي. اه عبد بلدي يا ابني يا اركب بسرعه يا دي مين؟ الله الله. ما تحملش مش هتطلع. انا الاسد يا كواوي. كواوي جرس اهو. الو 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 الو. اقف في حته فيها 90 يا عم. ما انا واقف اهو المكنه بتقطع هنا يا جدعان. فولوا بقى ما تقرفوناش. حاجه غريبه. انت مجنون يا ابني بتتكلم في البيت. انا مجنون وانت اللي بدات يا عم. ما تاخدنيش على ده. الفراخ هيموتني. بلعب في العده. ما هو مفيش زباين بتخش لنا. حقك تلعب في العده. ده لو المعلم حسنين صاحب البنزينه جه شافنا كده هينفخنا. انا ما بطيقوش. يا رب ينفخنا يقتلنا بس نغور من هنا. يا ابني ده هايف. انت بس جري. والله هو هايف. لو جريته هيحب. مش هجري. جري انت. بابا تريقوش يا عم. بس خد غلس راجل. ايوه 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 دكتور 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 دكتور. دكتور مش ده اللي انت مش طايقه؟ لا جري. ايوه 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 ايوه.
والليله يا دوب ولازم يا باشا ده بيعشق الهيافه. انا عايز اقول لك حاجه بس. طب علي في قلبك قولي 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 قولي. ايوه اديني فرصه اقول. انا هقول. علي في نفسك قولي قول قولي قولي قولي. عايز اقول والله. طب علي في قلبك قولي. علي في نفسك. ايوه عايز قولي ان مفيش غيري في قلبك. قولي 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 قولي. يا حليل يا حليل يا حليل. هتجننوا امي معاك في ايه يا بيه؟ في ايه يا نيكا دي عايزها؟ انا مبسوط. عيب ما تهزقش نفسك كده. ليه انا بنبسط؟ ايوه ما تغنيش اغاني بتاعت ناس، ما انت راجل معاك فلوس، انتج لك اغاني بتاعتك وانا اكتبها لك وانا الحنها لك. يا سلام، انت كل الاشعار بتاعتك مسروقه يا متخلف. ده شعر جديد من وحي خيالي، اسمع بس. حسنين. نعم. لا انا ابتديت في الشعر، لو عايزك اقول حسنين بيه. حسنين. حسنين دول ولا عينين؟ قلبي بيسألني عليك أتريني بفكر فيه. وحياة خالتك دي بتاعت عمرو دياب؟ ايوه. قمرين؟ ايوه. لا هو قال قمرين، انا قلت حسنين، كل واحد واصحابه بقى. يلا دالا استنى كده. حسنين. حسنين دول ولا عينيك؟ لحن تاني. قلبي بيسألني عليك أتريني بفكر فيك. صح صح، هي مش بتاعته دي اللي بعد كده. حسنين دول ولا؟ لا ده عمرو. ده عليك وعلى رجالك. ده عمرو اللي يطلع الطلعه دي. عمرو انت رتيب. حسنين مفيش حد عارف يعملها. لا عارف اهزر معاك ولا اسكت بقى. عايز ايه حضرتك يا باشا؟ متيم بالغنى، قلنا بس ندلعك. بقول لك ايه، بلاش هات، انا عندي مشكله عويصه وعايزكم تساعدوني فيها. مالك بس يا باشا؟ في ايه؟ انا اتعرفت على بنت زي القمر. مشكله اتعرف على بنت زي القمر؟ امال البنت اللي اتعرفنا عليها اللي واخداها كده وعليها سبع احكام تبقى ايه؟ يا عسل دي. انت ما عارفش، مش دي المشكله بتاعتي. امال ايه؟ انا ما بعرفش اتعامل مع الحريم. اعرف اشتغل واجيب فلوس، انما الحريم بقى دهول. انت حظك يا باشا انك وقعت في اشقى اتنين في مصر. اللي واقفين قدامك دولت مقطعين السمكه ودل. ما تريحش قوي، مش عارف اجيبك من القمع. قوم بقول لك ايه، ما تقعدش تنخع يا باشا. اللي واقف قدامك ده بيخش اي مول الباب بيفتح لوحده. ايه العظمه ده، اي كلب بلدي هيدخل هيفتح له الباب لوحده. قولوا ها. قولوا ها. لا فشل فشل، بكره تجيب لي ولي امرك. ايه العظمه ده، اتفضل. يا بقول لك ايه، انا بعتذر رسميا عن هذا. لا ده مش عارف حاجه ده. لا والله البتاع ده عجبني بس. ماشي اتفضل. الزميل يتفضل. تفضل بعد اذنك بقى. اتفضل. انا هعلمه بطريقتي. اتفضل يا فندم. انت هتتعلم ولا اديك بالجزم؟ ولا عيب، انا المدير. دي اللي بتعلم ولا مدير بلانينا؟ ما تتخنش. بتتعلم. ما تسخنش قوي كده. لا العلام معايا حاجه تانيه. اسخن اديك بالبول. الله اسكت بس. بص العلام، البنت عشان تحبك لازم تكون في مشيتك، مشيتك يبقى فيها وقار واحترام. الوقار والاحترام، بس في قلب الوقار والاحترام ده لازم يكون في سيكه صياعه. يا عيني سامع يا برشومي، بس من بعيد. صياعه ايه؟ ما تبانش قوي. ماشي، وقار واحترام، تركت ايه صياعه اهو. بص اتعلم يلا. يلا بص انا هوريها لك. خدت بالك من التركه فين؟ يلا وريني. كحالك كمان. شايف؟ شايف الحزم رجع لوحده. ليه تهزق؟ إيه؟ هتتعلم بقى، تاخد بالبول. بس عيب بقى المدرس بتاعك. طب انا همشيها وانت تظبط. مع تعليمات ما تمشيش لوحدك. حاضر. في مدرس ولا قفص انا واقف؟ يلا. يلا يلا. احترام وقار، امشي وقار، تركايه وقار، تركايه وقار، تركايه. طلعت انا والاسد، نزلت انا والاسد، طلعت انا والفار، نزلت انا واللهبل. ما شاء الله عليك. بس دي حلوه. احسن بتتحسن. انت بتتحسن. ايه اللي حلو؟ ايه اللي انت في اكاديميه بيبسي بتعلمه الترقيص؟ مش ماشيه ده، ملوش ماشي رومانسي. انت تقعد مع البت على طول. روح بقى للاساتذه اللي بيدوك بقى، تديهم فلوس قد كده. روح له. لو سيبهولي سيبهولي. انت هتعمل تقعد مع البنت قاعده رومانسيه على طول. انا اقعد بقى. تمام، يبقى في شمعه ما بينكم. ايوه دي رمز الرومانسيه، الشمعه دي. وانت قاعد مع البنت رومانسي قوي، بتنحنح في صوتك وغمض عينيك قوي، ما تبقاش شايفها من الرومانسيه. ايوه بس انا كده هجيب عود. مش مهم، بس يبقى رومانسي قوي. هي حد هيكرتها على قفاها، انا مش هشوفه اساسا. مصلحه، مش بدل ما تتضرب مصلحه.
تبقى رومانسي كده. ماشي اهو. أول ما ينزل الأوردر تفنجل عينك عشان ما تاكلش سندوتش. عشان نبقى رومانسيين وأكلنا يتاكل. ماشي ماشي. تفضل مفنجل عينك. أبقى مفنجل عيني للآخر. لا، أول ما يجي الشيك ترجع رومانسي. مش هتشوف الشيك، هتحاسب هي شفت خدمتك ولا لا. انت كده وفرت لي فلوس بس انا ما شفتش البيت اساسا. لا لا، انا فشلت معاه. فليتفضل الزميل. فشلت. يخرب بيوتكم، انتوا هتودوني في داهيه على فكره. معلش، عشان تتعلم لازم اقرص ودنك واديك بالجزمه. يخرب بيت. انا طريقتي كده، كل واحد طريقه. البنت تخش عليها مفيش بقى الكلام دوت ورومانسيه وزفت. البنت عايزه الواد اللي بيخلص. تخش عليها تبلف شافش غيرك. تقعد تعمل كده، هتشوف مين؟ هتشوف مين وانت بتعمل كده زي الاهبل؟ هتشوف مين هي؟ هتشوف حد غيرك، ماشي؟ واول ما تشوفها بقى تقوم داخل عليها تقول لها بحبك قوي، تعالي بقى، تعالي، تعالي. الله، وتبوسها بقى. لا لا، هديك بالجزمه. بص، مش دلوقتي، البوس بعد شويه. اتقل تتكيف. بقول لك يا حبيبتي بحبك قوي يا بنت، بموت فيكي. طب بوسها بقى. مش هبوسها دلوقتي. تستعجل على ايه؟ يفتح هو ويوزع علينا. ايه ده يا ابني؟ ايه ده؟ اهو اهو، سلمك، اقسم بالله سلمك. اهي عملت كده على الارض. والله انت حكم ظالم، انت حكم. والله عملت كده. يخرب بيوتكم. عملت على الارض كده. انت واقف بتعمل ايه؟ خلاص يا ابني. ثلاثة. اسفين، هو مش نافع في النظري ده، لازم نوري له عملي عشان نخلص. ايوه وريني بقى واختم بالبوسه بقى. اختم بالبوسه بس تشوف البوسه هتيجي منين لفين. ماشي، شوف بقى البوسه دي يعني ايه. يلا معايا البوسه دي. انت هتاخد بالبلغز. اسكت. يلا اعمل انت الست. يلا. لا ما اعملش ست. انا اهلي صعايده يا عم. في ايه؟ اعمل الست، انا المدير. يقطعني. اهلك صعايده يا كلبه. لا، ما انا مش سعيد من بره. انت بقى، انت الراجل بقى، انت تسكت خالص تتفرج عليا. بص بقى، خش عليها بقى دي قبل البوس على طول، وتخش عليها وانت بقى في نيتك تبوسها. اول ما تتلفت بوسها، لان الحلال اجمل سانتظر. ايه ده؟ انتوا علمتوني ايه دلوقتي؟ انا استفدت ايه منك؟ علمناك العفه. ايه ده؟ انت فعلا علمتني العفه. وامشي معاها كده والتاني يقول لي وطي يعني. مش والله إيه؟ ده انت لو مش هدي دي حلوه دي تمشي كده والله تصعب عليها. انا بحبك. تصعب عليها والله. ولا نعم. يلا يلا على المكتب، شوف الشغل والحاجات. يلا انت كده تاخد غرضك مننا وعلى المكتب. اخلص. ده انت هربتني شتيمه دلوقتي. اخلص. انا اسف بس هديك. ماشي، هبلت الراجل اكتر ما هو عبيط. ايه هبلت الراجل؟ ايوه. ريتوس باي سي. مش حد في البنزينه. حلو، هنروح على المكنه اللي هتدينا فلوس. ياه. هاتي. انا ابو الليل. اها، عرفتيني؟ هاتي. يلا بينا على البنزينة. هاتي فلوس بقولك. مساء الخير. مساء النور. ايه الاخبار؟ ايه كله تمام. هاتي فلوس على طول كده، مش نتعرف الاول ولا ايه؟ ابو الليل. اها، ابو الليل. وادي خلقه بالخلقه دي بالسحنه دي. هاتي. انا فتكات شقلبظات. شقلبظات ازاي؟ بقول لك ايه، انت صعيدي؟ ايوه. طب اديني قلمين على وشي عشان احس بيك. ايه المكنه دي؟ يا قلمين ايه؟ اها اها ايه مالك؟ لا انت ايدك تقيله قوي على فكره، صالحني يلا. صالحك ايه؟ صالحك ازاي؟ لو ما صالحتنيش مش هديك فلوس. اعمل ايه؟ احضني وبصني من دماغي. مين فرفريه؟
يا ها ياه بقول لك ايه مش ناوي تبص وراك ولا ايه؟ ايه ده؟ وانا هسحب من هنا ولا من هنا؟ بقول لك لو سمحت ممكن تساعدني، انا اول مره اتعامل مع المكنه دي. عايزه فلوس؟ ممكن تساعدني؟ يا انا خبره. ماشي روحي حط الكوز. من فضلك ادخل الكارت. بتقولي ادخل الكارت. بص انا معايا كارت النادي وكارت ابو شقره. كارت ابو شقره هو راجل برضك. ماشي اهو. ادخل الكود المكون من 3 ارقام. بتقولي ادخل الكود. ايوه ادخل الكود. بص هي مدياني اختيارات 1 2 3 ولا 4 5 6. 7 8 9 تديك فلوس اكتر. اختار نوع العمليه. بتقولي اختاري نوع العمليه. عمليه اللوز. شكرا لاستخدامك هذه الخدمه، من فضلك انتظري النقود. منتظرين النقود. اديك ايه؟ انتظر النقود. بات النقود. اهي طلعت. هاتي. ايه ده ليه؟ فلوسي. انا اللي قلت لك على كل حاجه هاتي. ايوه صح. اتفضل حضرتك. ايوه. تاخد الكارت بالمره؟ ايوه. اتفضل حضرتك. في بقى سوبر ماركت قريب من هنا؟ سوبر ماركت؟ تعالي. اتفضل حضرتك. تعالى اوريك ايه الكاركتر ده؟ لعلمك بقى شكل جسمي ده الناس كلها هتتجنن عليه، لاني مسببها حيرة، مش عارفين اللي ماشيه دي بني ادمه ولا شركه موبينيل. اكيد موبينيل. تعالي خشي. اتفضل حضرتك. جابك لسه ما خلصناش. دخلت غلط يا غبي. والله قالوا لي خش برا يا غبي. ما تدخل تاني هيسقفولك ما تقلقش. اهلا يا موبينيل. هو ده؟ ايوه يلا خشي. حضرتك ازاي يعني انت ملاحظ اكيد. خلي ساويرس يتصرف. خشي. حضرتك والله ما هينفع يعني كده على اجزاء بقى مش عارفه اعمل ايه. خشي مسجات. ده عذاب والله. والله يبقى كده عذاب. ايوه الله يفتح عليك. شكرا. اجي افرجك كل. خش يا غبي. والله هم اللي قالوا لي خش. المهم الحمد لله انا حرامي وبسرق مكان الاي تي ام ده، وسرقت كل المكان اللي في منطقه وما فاضلش غير المكنه دي. بقدر اني اسرق المكنه عن طريق الموبايل ده، والبنزينه فاضيه والعمليه مش هتاخد في ايدي 5 دقائق على بعض. يا كريم يا رب. انت الحرامي. قول قول هصدقك على طول لان انا عبيط اصلا وهصدقك. انت مين يا؟ انا؟ انت عارفني؟ انت حرامي. انت حكومة؟ لا والله ابدا. امال انت مين؟ انا حرامي برضو بس اشبال لسه ناشئين زي ما انت شايف. شرطة وبتاع ده شرطة التدريب والله. تتدرب عند مين؟ الاستاذ حمادة زقلة. حمادة زقلة مش في المربع ده. يلا اتكل على الله. طب هو حضرتك جاي تعمل ايه؟ حضرتك جاي تعمل ايه؟ ها؟ 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 بس؟ حضرتك جاي تعمل ايه؟ جاي اعمل عملية. بجد؟ الله يبقى ده الدكتور صح؟ مش حرام؟ حضرتك دكتور ايه؟ ها؟
ها 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 يا ابني يا ابني يا ابني رقبتي يا بابا رقبتي يا حبيبي يا ابني بس سيبني سيبني اشتغل بقى. طب انت دكتور ايه طيب؟ ها ها انت دكتور ايه؟ اسف يا طهر انت دكتور ايه؟ دكتور ايه والنبي قول. ها حرامي دكتور حرامي. ايوه صح كده. خدني معاك بقى في العمليه ماشي. ها ها يا ابني بس بقى انت ما تعرفش تسكت. ما بعرفش اسكت. خلاص غني. اغني لك؟ اه ماشي. الدنيا دي فيها كام بلياتشو؟ ها ها فيها كام بلياتشو؟ ها 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 قول لي بقى الدنيا دي فيها كام بلياتشو؟ يا ابني سيبني بقى يا عم حرام عليك سيبني. خلاص اغني لك حاجه تانية. مين في الحياه دي ما اتولدش بريء؟ ها ها مين مين والنبي؟ وانا مال امي يعني انت بريء ولا مش بريء؟ بريء يا عم. بريء. هات امي كاب. خد. طب اغني لك حاجه تانية وما تزعلش. ماشي ما تغنيش اسئله. حاضر. مش هجاوبك. مش هغني اسئله خالص. انت ايه انت ايه؟ ها ها قول لي بقى انت ايه؟ قول لي بقى انت بقى قول لي بقى قول لي 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 بقى يلا اسال ربيع. ما هو لحد دلوقتي ما يعرفش. قول لي بقى انت ايه يا ابني بقى. اقول لك على حاجه. قول. تعبيط في دماغك؟ لا يا عم عادي. تعالى نلعب لعبة حلوة. ماشي يلا. ماشي لو كسبت في اللعبة هاخدك معايا. حلو. نلعب لعبة السكوت. علامة الرضا اللي بعدها بقى. أنا مش بقول لك كلمة تحطها في جملة. أمال إيه؟ هي لعبة السكوت. آه أسكت يعني. أيوه. لعبتك دي ماشي يلا. ماشي حبيبي. يلا. نبدأ اللعبة. يلا نبدأ. واحد اتنين. يا عم بس! قلت يا عم بس يبقى هاجي معاك. يلا. نعمة ربنا ما ترميهاش. يا ابني بس بقى بس بقى بس عصبتني. انت بتضربني ليه كده؟ ها بتضربني ليه؟ ها بتضربني ليه؟ ركبت لي العصبي. ركبت لك العصبي؟ ما تزعلش يا حبيبي. معلش 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 معلش. ياه ياه. امسك المحفظه بتاعتك يا هبه. لو عملت كده تاني هسرقك ومش هديها لك تاني. ماشي خد انت محفظتك بقى يا هبه. امسك. عملتها ازاي دي؟ ها 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 عملتها ازاي؟ ها عملتها ازاي؟ ها عملتها ازاي؟ ها عملتها ازاي؟ خلاص شفت الرزاله رزله ازاي؟ الرزاله رزله والتناحه تنحى ولا ايه؟ طيب انا اسف بس اجيب بس بتاع. امشي بقى غور في داهيه. طب الداهيه كده ولا كده عشان اغور عشان ما اوقفكش؟ كده اخر الشارع شمال. اخر الشارع شمال. اه يا حبيبي اسمح لي امشي بقى. اتفضل. ها اسمح لي امشي. يا عم امشي بقى. اوف. من فضلك أدخل الكارت. اختار الكود المكون من 3 أرقام. اختار نوع العملية. شكرا لاستخدامك هذه الخدمة. من فضلك انتظر النقود. ايه ده؟ اوقف عندك. ترفعني بالشيبس؟ تعمل ايه؟ بسحب فلوس. بتسحب فلوس ازاي من بعيد والمكنة هناك وانت هناك؟ ايوه بس اقولك ايه تسحب فلوس ازاي؟ قول لي بالتليفون. تليفون ده هيسحب فلوس من المكنه دي؟ اه ده لسه نازل جديد. ايه ايوه في اوبشن جديد تقدر تسحب فلوس من على بعد. ايه اه ازاي اهو شوف الدنيا. وريني. لا وريك ايه؟ فلوس. اشتري منك التليفون؟ اشتريه طبعا. ايوه انا لسه جايب فلوس من المكنه دي طازه اهي. برافو عليك. خد التليفون اهو.
يعني اسحب من المكنه دي بالتليفون ده؟ ايوه. خد السبشي دي. السبشي؟ ايوه. اه. طب والمكنه هتعرفني كيه؟ هتعرفك، مش معاك التليفون؟ ايوه. بص للمكنه. اها. قول لها يا مكنه. ايوه. التليفون ده بتاعي. بتاعي وشافتني وانا بدفع لك الفلوس. ايوه. ايوه. ولو حد سالك التليفون ده بتاع مين تقول انه بتاعك انت مش بتاع انا. بتاع انا ها؟ عشان لو حد عرف ان التليفون ده بتاع انا مش مكنه مش هتديك فلوس. ايوه التليفون ده بتاع انا. ايوه. ايوه. جدع يا ابو الليل. ايه عرفت منين ان انا اسمي ابو الليل؟ انت مبرش بالنهارده ولا ايه؟ حقك على غباوه ليها ناسها. ايوه يا عم ابو الليل يا عم، التليفونات الجديده يا عم. ايوه جبته بفلوسي. ايوه ما هتجيبه فلوس مين يعني؟ ايوه في ابلكيشن. نعم ما انت قلت سلايدنج مش هتقول ابلكيشن. معاد ابو الليل. ايوه حسنين بيه فين؟ انا ما عارفش. طب بقول لك ايه؟ ايه انا هخطف رجلي اجيب اكل واجي بسرعه. تخطف رجلك؟ تخطف رجلك وتطلب فديه من كتفك؟ هنقول عليك نكت. لا مش قصدي هاخد بعض يعني واروح اخد بعضك وتروح لكتفك عشان ده. ابو الليل اقعد معاك من الصبح هنا. لا ما تقعدش معايا، امشي. ابو الليل امشي. إيه. شوف حسنين بيه فين. يلا. ايوه ما انت كنت بتضحك هترعبنا ليه؟ إيه. فين الجيمز؟ الجيمز؟ فين الجيمز؟ يا دفراوي يا كواوي. كواوي إيه؟ بقول لك ايه، انا جعان راح اجيب اكل. طب هات لي معاك اكل. انا ماشي، ماشي. الحمد لله اني فاتح حساب في البنك مأمن نفسي. وده بنك ايه ده؟ بنك الطعام. فاضل لي 4 جنيه في رصيدي اروح اجيب بيهم مخلي. قولوا ها. قولوا ها. يا ستي هاتي فلوس الحاجه اللي انت وكلتها لي كلها. احترم نفسك، انا بقول لك ما بتتكلمش معايا يا سيد. هاتي فلوس انا ما... مش هينفع. خلاص يبقى ليديز فيرست. طيب هتجيبي فلوس الحاجات ولا هديكي بالقلم على وشي؟ انت اصلا ما بتعرفش تتكلم معايا بالاسلوب ده، فاهم ولا لا؟ انا بتكلم معاك. لا ما تعملش معايا كده، سامع ولا لا؟ ده اللي لب اتزغرط على وشي. ده انت راوش على كده يا حبيبي. يا علوة ما تعمليش كده يا مدام. يا علوة بس اهدوا. في ايه؟ الزبونه. اسالها الزبونه على حق يا علوة. اسالها. اتفضلي يا مدام. في ايه؟ بص حضرتك انا دلوقتي دخلت اشتري اكل، قبل ما اشتريه بدوق وبعمل له تيست. في ايه يا علوة بتعمل تيست؟ تيست ايه؟ دي شربت تيست اللبن كله وفتحت 7 كنزات واربعتهم وكيلو جبنه واربع ترغفة فين؟ كلت الجبنه؟ كلت ام طرنشات؟ ايوه. ايه ده؟ فاهمه حاجه؟ حضرتك حقي، انا قبل كده رحت اشتري كنز بيبسي جايه بفتحه بشربه لقيته شرب الكوارع. ليه شاريها من حبايب السيده؟ شفت بقى بيتكلم معايا ازاي؟ ما تتكلمش معايا بالاسلوب ده. لو ليه يا حاج؟ انت ما تعرفش انت بتتكلم مع مين؟ مع مين؟ ما انت ما تعرفش انت بتتكلم مع مين؟ مع مين يعني؟ ما تتكلمش معايا كده. بس انا عرفت، انا عرفتك. استاذ ابراهيم نصر صح؟ هو بتاع ويا نجاتي والحاجات دي صح؟ فين نجاتي؟ فين نجاتي؟ انا الاشكال ازيك مش هتكلم معايا. خد يا حبيبي الكارت بتاعي اعرف انا مين. هتديني يا حبيبتي، وريني الكارت بتاعك. دكتوره هبه قطب. للسمنه والنحافه. دي للسمنه والكنافه. سمنه ونحافه. ايوه. انت دكتورة سمنة ونحافة؟ لا هو انا دكتورة سمنة بس عشان جبت ملحق نحافة. طبعا يا فندم. علوة راح اجيب اكل واجي اجيب لك معايا؟ لا ما تجيبش حاجة. اوعى الولاد دي تاكلك بس خلي بالك. لازم تشيلي ملحق نحافة طبعا. يلا بص يا ستي احنا من غير شوشرة كده هتجيبي فلوس الحاجة؟ لا. لا هتجيبي ما فيش. لا. اسمعي بس. لا. بتاعت الولايه دي جرب ايه؟ بتسخني يا اختي بتزيدي ايه حضرتك في ايه؟ انا عرفت حلك. ايه؟ انا عرفت. انا هظبطك بقى، ما انا عرفت اصل اللي فيها. اتفضلي اتفضلي. ايوه هظبطك. الله بقول لك ايه، انا عندي مصيف بعد بكره، ينفع اخد 2 من دول انزل بيهم المحيط؟
هديك محيط؟ اه ملحتين وكده. انت بتصيفي في المحيط؟ اه. ماما انت بالنسبه لك البحر بسين مش هي. هجيب لك واحد بس من الكبير بتاع اللوري. هجيب لك. تعال يا اسطى. ايه عايزين ايه؟ تعال شوف لنا الحته دي. عايزين نظبط على 28 عشان مسافرين. لا يا حبيبي شنطه التريلات البوابه الثانيه. ايه ده طلع روش زيك. تعالى بقى اتكلم معايا. احنا هنا روشين مالكيش دعوه بينا. ماشي يا حبيبي. بقول لك ايه؟ الوليه دي عايزين نظبطها. انت نفخها فين؟ نفخها عند واحد هنا كده. لا يا حبيبي دي منفوخه بالبق. وربنا ابدا. والله منفوخه بالبق. ايوه انا باخني بقى. منفوخه بالبق. ما تحورش. ايوه ما تحورش. نفخها ببقك ما تحكيش. وربنا ابدا ما نفختهاش ببقك. ايوه حتى بابا لما نفختني من هنا اهو. هو انت بقره هنفخك من هنا. واجيب خرزانه بقى واقعد ادب عليك في العيد الكبير ده. هو حضرتك ابدا. نفخها ببقك ما تحورش. يا عم اطفعها لو حطيتها في بقي. ما تحكيش بقى حطيتها في بقي. منفوخه بالبق يا حبيبي. مش منفوخه. أيوة. منفوخه. ايوه انت. ايوه بص حضرتك طب اسالك على سؤال تاني بقى. اتفضلي. عندك الاستيكر اللي بتلزق هنا كده ويبقى مكتوب عليه الحلوه تفاحه للسفر والسياحه؟ طب مش موجود؟ لا مش موجود. في بالطول كده بيبقى ملزوق مكتوب عليه الحلوه لما تتدلع بتخلي الاسفلت يولع. لا مش موجود برضو. والله مش موجود. الحاجات دي مش موجوده هنا. انا هجيبها لك من اليابان. ايه ده بجد؟ هنجيبها لك. امال ايه؟ يلا بس تعالي معايا وانا هجيبها لك من هنا. يلا يلا عايزين نكتب ورا ربنا يحميكي من الميكانيكي. ايوه صح. لا هظبطك انا على ظهرك كده من ورا هظبطك. ايه ده يالا ده؟ هما مش منعوا التكاتك؟ تكاتك ايه يا عم؟ انا واقع على الشارع الرئيسي بس مش في. طيب بقول لك ايه، دي منفوخه بالبق ولا هيليوم؟ بيني وبينك صدق هيليوم، لان انا لقيتها طايره في السوبر ماركت جوه. شوف تعالى بقى نطمن على السوبر ماركت. ده بهدله الدنيا. عجيب والله يا جدعان. يا اخوانا حد يلحقني، حد يلحقني، الكاوتش بيروح مني يا اخوانا. انت بتاع الكاوتش؟ ايه عايز ايه؟ بتزعق ليه يا زفت انت؟ والنبي اندهلي بتاع الكاوتش بس. انا بتاع الكاوتش يا حبيبي. الكاوتش يا ابني انت لابس بالطو وسماعه اندهلي بس بتاع الكاوتش يا حبيبي. ما هو الكاوتش عشان يتصلح محتاج دكتور. ده من امتى ده ان شاء الله؟ ده من النهارده ان شاء الله. ازاي انت لما بتحتاج تتصلح الفرده بتقول ايه؟ بقول اكشف لي على العجله. اكشف لي على العجله. اهو دكتور. طب يعني حضرتك تخصص بلف؟ انا في البلف عالمي. طب اتفضل. يا عايز ايه يا حبيبي؟ حضرتك الفرده دي كل ما باجي ادوس فرامل ده والله اتفرج عليا الناس. بتعمل ازاي؟ بتنطق. شوف لي حل. مبروك الفرد حامل. حامل ايه؟ بقولك ما هو ده الطلق. شكلك عريس جديد بقى ما تعرفش. يعني ايه فرد الكاوتش حامل؟ يعني انا عندي اربعه غير ومصرف عليها منين دي؟ الشنط ده لازم ينزل. مش دكتور بلبل اللي يعمل عمليات بسبوها؟ شيل ايدك من هنا. خلاص لو نزلت الشنط ده هقدر ارميه على باب اي ميكانيكي وعليه نص ما شاء الله وهو ورثه. انت مش مؤمن بالله ولا ايه؟ ونعم بالله كل فرده بتيجي برزقها. هي برضه عايزه مصاريف ومنفاخ ولبس مدارس. يا سلام. وكان فين نفوخك ده يا بيه لما خليت الفرده حامل؟ انا خليت الفرده حامل؟ كنت سكران وهي كانت بتدلع في زفه ما حسيتش بنفسي غير وانا هنا. ابوس ايدك الحاني ودارينا من الفضيحه والنبي. كل اللي جه زيك كده عمل كده. يلا كويس انت جيت للراجل بقى اللي هو ده. انا جاي لك من المنصوره والله. ماشي اتفضل. انا بنت خالتي اللي جات لك بالتوك توك اللي الطفل مات منه. يلا اتفضل يا ابن الهبل. اتفضل. مهم مش مهم. اتفضل. بالله الرحمن الرحيم. ايوه حضرتك بتلبس الكمامه دي ليه؟ مش يمكن العجله تفسي ولا حاجه؟ طمن نفسي انا بقرف موت. والمصحف بقرف موت. تلاقي العجله مشيت على بيبي مشيت على قرف بتاع ده. بص صاحبها شكله عامل ازاي. يبقى دي ده انا احط ايدي في ديتول واغسلها بميه نار. ناقصه قرف بقى. انا والدكتور بقرف جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام. انت بتسمع ايه؟ شريط حماقي الجديد تحفه. ابن الذين كاتب بالك هو بيقول انا سرها انا نقطه سودا في وشها. ده كوافير ده مش مغني. نقطة صدف يا عم. اخلص انفخ لنا دي ناخدها ونمشي. سيبني بقى سيبني بقى ركز في الشغل يا حبيبي. اتفضل. يا الله بتسمع تواشيح؟ يا عم خلصت. في ايه بقى؟ عايز اشوف شغلي. اتفضل. اخرجك برا العيادة والله. برا العيادة. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم.
شد حيلك، الفرده اتخربت. الفرده اتخربت مني والله ما قصدي. كده قبل ما اتخربت مني. والله اتخربت مني من غير ما قصدي. يعني ايه لازم تلحقها؟ لازم تعيش. الحقنا اتصرف. ايه ده؟ ده كبسه جاب نتيجه فائق. الحمد لله. الفرده فائق بسم الله ما شاء الله. الحمد لله. انا عايز مشرب. معايا مطوه ينفع؟ هات مطوه. اتفضل. حضرتك هتعمل ايه بالمطوه؟ يمكن تولد قيصري ولا حاجه. لا اتفضل. لازم الواحد بقى ايه يبقى مركز في كل حاجه. اتفضل. ايه دي ما بتفتحش؟ لا انا قافل اللوك بس كده. قافل اللوك ليه؟ قافل اللوك ليه؟ حسابنا بره بس. اتفضل. ايوه انت ليه قافل اللوك؟ ده انا هروحك بحته لوك. يلا بس. انت غبي برضو. ما هتفتح في جيبي. طب افتح امي البتاعه بتاعتك. افتح اهو اهو يا دكتور. خلصنا بسرعه. كده بسم الله الرحمن الرحيم. هات لي حته من الحرف الناشف والنبي. ما تحط الزبيب ما بحبوش. والنبي عيننا ليك كله هياكل كله كله بيطمع في الحرف الناشف مع ان النص طري وعسل والله. ربنا يخليك يا عم عبده يا ملك البسبوسه. الله يكرمك. ربنا يخليك يا رب. بس عشان شكلي متوتر يا رب. تيوبليس مش تيوبليس. تيوبليس مش تيوبليس. بس عشان متوتر جدا. شكرا 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 شكرا, شكرا. شكرا شكرا. ايه ده؟ مبروك جالك ستيفن. هتسميه ايه يا ابو ستيفن؟ هسميه مشلان. كاوتشاتو يا جنطاتو بكره يكبر يتهري خوابيب. جننت امي يا ابن المجنونه. لا حول ولا قوه الا بالله. قال ايه فاجر فرد الكاوتش هتخلف؟ ده متخلف. يلا بقى اما الحق الفرد اللي في الحضانه. يا رب عدي اليوم يا رب يا رب عدي اليوم. في الصعقة. ايه انت مين انت وهو؟ بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ انت يا جوزه. النبي عم فول لنا عشان نلحق نكمل الماتش والنبي. نعم يا حبيبي. ايه؟ افول لك ايه؟ فول لي بنزين يا عم عشان نلعب الكورة. افول لكم بنزين ليه؟ عشان احنا لاعيبه بترول اسيوط. فاهم يعني ايه؟ يعني ادينا بنزين عشان نعرف نكمل. يعني ده واخد بنزين؟ ايوه. وهو بيلعب كرة؟ طبعا. امبارح ده عارف في الماتش جري 10,000 كيلو امبارح في الماتش. ورحنا غيرنا له زيت بعد الماتش. صيانة. انتوا هتهزروا؟ يا باشا لعيبة بترول اسيوب بترو جيت لازم تمون عشان تجري. هو انتوا بتلفوا التراك بفيزب؟ ورد عليها عشان يا عم اتأخرنا او النادي جه. يلا يا عم يلا. اطلع مدرجات يلا. ده ضرب الغدس جواه. ازاي ده؟ يا دي النيلة. محدش هيخش ولا ايه؟ هو انت هتتعلم هديك بالجزمة بس بقى. تعلم هنا. ايه ده يا عم موبايل؟ ايه ده الموبايل ده كان مع بالليل؟ بقى لقيته احلى من موبايلي وموبايلي فصل فقلت اخده منه. انت بتفتري على بالليل عشان قريبك جايبه من البلد تاخد منه حاجته؟ انت ما شفتش بقى انا عملت فيه ايه؟ عملت فيه ايه؟ كتبت المحطه دي باسمي. ليه؟ عشان خاطر لو البوليس قفش اللي احنا بنعمله يمسكه هو. يا ابن الحراميه اخلص. مش قصدي يعني. قصدي يعني. وبعدين هو ما بيعرفش يقرا ويكتب فحطيت له الورقه في صدره ما هو مش فاهم بس حاجة. لو البوليس هتوديه في داهيه كده يا عم ما يروح بقى. انا مالي حسنين. انت يا حسنين. يا لهوي يا حسنين. ايه يا حسنين؟ باشا الواد ده قال لك الرساله اللي انا قلت لك عليها؟ لا ما قلتلوش حاجه؟ لا قلت له بس بيكذب بيكذب كذاب. ولا لا ما قاليش حاجه والله. تمام حلو قوي قوي. محدش بقى يقرب من المكنه دي لحد ما النيابه ما تيجي. ليه؟ المكنه اتسرقت. ايه ده ازاي المكنه اهي؟
ما تبطل غباوه يا حبيبي، المكنه زي ما الفلوس اللي جواها هي اللي سرقت. ما توضح حضرتك، انا اسف. ايه؟ اسف مش حاجه. طب وبعدين؟ واد ما اعرفش قدر يخش بالتليفون بتاعه على الشبكه ويكتب رقم سري ويسحب فلوس. اه طب وانت هتعمل ايه؟ هتجيبه ازاي ده؟ ما اعرفش بقى، الوزاره هتجيب رقم تليفونه وهتبعته لي في رساله، يا رب تجيبه. يا رب. ايه ده؟ ايه الصدفه دي؟ ده فعلا رقم الحرامي، يا رب يكون فاتح تليفونه. اما اتصل بيه. ده في صدف غريبه النهارده. ايه ده يا حسنين؟ هو التليفون ده بيرن عندك؟ هو حضرتك اللي بتطلب؟ ايوه يا حسنين. والله العظيم ثلاثه، التليفون ده بتاع الواد ابو الليل اللي شغال عندي. مين ابو الليل ده يا واد؟ رئيس العصابه؟ لا لا لا، ده حد غلبان شغال معانا هنا. صح، ده موبايل ابو الليل؟ لا خالص، موبايلك انت بقى. ولا موبايلك ده هديك بالجزمه. وقعت، كنت شاكك فيك من الاول يا حسنين والله. ورايا على البوكس يا حسنين. معلش بقى، انت المفتري ونصر كده. انت فرحان برضه انت رايح البوكس؟ يلا يا مفتري يا نصاب. يا ابو الليل بيه؟ يا ابو الليل؟ ابو الليل؟ ايوه. يا لهوي على الرعب. ابو الليل بيه، تعالى يا ابو الليل. ايوه. خش عليا يا ابو الليل. عايز ايه؟ انت هتترجصني ولا ايه؟ ايوه هترقص لك يا ابو الليل بيه. مفرفرين ولا ايه؟ يا عم فرحان بيه، خليتها فرفره. فرحان ابو الليل. ابو الليل بيه؟ انت ابو الليل بيه؟ بيه ليه؟ مش حسنين كتب لك ورقه كده واداها لك؟ ايوه كتب لي ورقه، والغريبه ان جواها ورقه تاني. غريبه ايه ده؟ ظرف انت ايه يا ابو الليل؟ انت عارف الورقه دي فيها ايه؟ فيها كلام كتير. كلام كتير ايه؟ الورقه دي مكتوب فيها ان البنزينه دي بقت باسمك بيع وشراء. هو باع لك البنزينه بيع وشراء باسم انا؟ ايوه، بقيت انت صاحب البنزينه. انا صاحب البنزينه ده؟ ايوه. يعني انا بجيت بيه؟ ايوه.